طائرة إطفاء بدون طيار، ده مشروع تخرج نفذه طلاب كفر الشيخ عشان يستخدموا الطيارة دي في عمليات مكافحة الحرائق، وكمان تجهيزها بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة بتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. نعرف تفاصيل أكتر يا منى مع إبراهيم محمد، هو ليدر الفريق الخاص بمشروع التخرج. صباح الخير عليك إبراهيم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ منى. أهلا بيك، مبروك عليك المشروع. الله يبارك فيك. يعني بداية كده إبراهيم، بقى حابين نعرف إيه التفاصيل الخاصة بالمشروع، ويعني إيه طائرة إطفاء بتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي؟ طيب، هو في البداية يمكن ده السبب اللي خلانا نختار فكرة شبه كده. الحقيقة إحنا كان قدامنا أفكار كتير، بس السبب اللي خلانا نختار حاجة زي كده إن كان في حادث حصل قدامنا، وللأسف بسبب إن المكان كان في مكان ضيق وصغير، رجال الإطفاء كان صعب قوي إن هم يوصلوا للمكان ده، وللأسف كان في خسائر. فالحقيقه كان قدامنا تحدي كبير اللي احنا ازاي نقدر نساعد رجال الاطفاء ان هم يوصلوا لمكان شبه ده بشكل اسرع، وازاي ان هم يقدروا ينقذوا بالذات لو في اشخاص او اطفال موجودين جوه. فالفكره بتاعتنا او الدرون بتاعتنا متقسمه لحاجتين. اول حاجه، لما عامل الاطفاء بيجي له بلاغ ان في حادث في مكان معين، بيبتدي يفتح عنده ديسكتوب ابلكيشن، بيبتدي يفتح شبه جي بي اس او ماب، وبيحدد من خلاله النقطه او المكان اللي موجود في الحادث. تبتدي الطيارة أو الدرون بتطلع من المكان ده، تروح للمكان اللي فيه الحادث. في لحظة إن هي تروح هناك، تبتدي تعمل سكان أو مسح للمنطقة كلها، تبتدي تعرف أو تقريبيا المساحة اللي النار مغطياها، تبتدي تعرف إذا كان في أشخاص جوه ولا لأ، وبتبتدي تبعت تقرير أو بتبعت معلومات لعمال الإطفاء. فبالتالي عمال الإطفاء هم في الطريق بيبقى عندهم شبه معلومات تقريبية عن إن هو يعني إيه اللي مستنيهم هناك. طيب، ده اول جزء. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجه تانية. انتوا احنا عمالين نقول مشروع تخرج مشروع تخرج مشروع تخرج، من كليه ايه انتوا؟ كليه ايه انتوا؟ مين؟ كم واحد؟ كل التفاصيل دي. طيب، هي الكليه بتاعتنا هي كليه لسه جديده، هي اسمها كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه كفر الشيخ. والحقيقه كان يعني الرئيس شرفنا بزياره السنه اللي قبل اللي فاتت هناك. احنا 8 طلاب موجودين في الفريق، ومعانا دكتور مشرف علينا. تمام. 8 طلاب من الشباب ولا شباب وفتيات؟ اه، شباب وفتيات، 4 و4. عظيم. طب قسمتوا ازاي بقى؟ عايزين نعرف التفاصيل. نقسم بقى، قسمتوا القصه ازاي؟ يعني برضو عشان نقرب الصوره للناس واللي بيتابعونا دلوقتي، طياره زي الدرون عشان تصل الى الاماكن اللي صعب وصول اليها رجال الاطفاء. طيب الجسم ده او الدرون او الطياره دي مقسمه لايه؟ ووزعتوا المهام على بعضكم ازاي كفريق عمل؟ يعني كان مين بيشتغل مثلا في جزء معين؟ مين اللي بيعمل البرمجه؟ يعني كلمنا اكتر عن التفاصيل. تمام. طيب، هو المشروع بتاعنا كان متقسم لثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه وهي السيموليشن، ودي حاجه احنا يعني قبل ما حضرتك تعمل الدرون او بتجربها، لان الدرون يعني ممكن وهي بتطير مثلا ممكن تخبط في حد او ممكن تعمل في اي حاجه. فقبل الحاجات دي كلها لازم حضرتك تجرب في حاجه اسمها سيموليشن، وده بيبقى وورلد او مكان حقيقي بالظبط، لان هي الدرون مثلا هتعمل ايه عليه. فدي اول نقطه. تاني نقطه كان جزء الهاردوير، وده كان جزء اللي هو الخاص بحته التصنيع بتاعت الدرون، وده كان قدامنا برضو وقت كبير فيه او تحدي كبير فيه، لان القطع دي مش موجوده في مصر، فاحنا كنا محتاجين نصنع حاجات كتير قوي من الصفر. وتالت جزء هو جزء السوفت وير، وجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي والاي اي، وده الجزء الخاص ان هو يبتدي يكتشف او يعمل ديتكشن للنار والاشخاص اللي جوه وهكذا. طيب، انا عايز اعرف انتوا كام مشروع اتقدم؟ يعني عايز اعرف القسم فيه كام طالب، كام مشروع اتقدم، المشاريع كانت بعناوين ايه، علشان نعرف كل التفاصيل. طيب، هي الكليه عندنا متقسمه 4 اقسام، ولكن احنا مش بنتخصص في قسم معين، احنا بندرس الـ4 اقسام كلها. عظيم. احنا كان عندنا حوالي 12 مشروع او اكتر، حاجه زي كده. كانت المشروع كلها متقسمه في حته المجال الطبي، ده اغلب المشاريع اللي كانت متقدمه. يمكن المشروع بتاعنا كان هو الفريد شويه في حته مفيش حد قبل كده عمل درون يعني في الكليه او في الجامعه عندنا يعني. طب تواصلتم ابراهيم بقى مع جهات خارج الجامعه؟ لانه مشروع زي ده طائره اطفاء بدون طيار ممكن تستفيد منه جهات في الدوله، مصانع معينه، وزاره الصناعه، هل حصل اي تواصل بينكم وبينهم؟ ازاي يمكن نقدر نطبق زي مشروع زي ده على ارض الواقع؟
هو الحقيقه في جهات خاصه، بس مش جهات حكوميه، جهات خاصه اتوسطت معايا ان هم عايزين يطبقوا الفكره دي في مجالات تانيه، لان الدرون بس مش مقتصره في حته ان هو اطفاء الحرائق او كده، لا احنا نقدر نستخدمها في مجالات كتير قوي، وده اللي احنا حابين نوصله ان شاء الله الفتره الجايه. ففي جهات خاصه كلموني وحابين يطبقوا الفكره دي في مجال شبه الزراعه، في مجال شبه الطب وحاجات شبه كده. طيب هل نقدر نستخدمه في ايه تاني؟ يعني زي ما انتم فكرتم في الفكره دي اكيد فكرتم بعد كده فيما بعد الابجريد اللي هتعملوه، ايه اللي ناويين عليه؟ طيب هو الابجريد اللي احنا كنا حابين نعمله اللي هو في مجال الشحن، ان هي تقدر الدرون تبتدي تشحن بضائع، طبعا البضائع تكون حجمها صغير لان الدرون طبعا ما تقدرش تشيل حجم كبيره. وفي المجال الزراعي ان هي تقدر تعمل مونترنج او تقدر تعمل مسح لمنطقه زراعيه معينه وهكذا. يعني في افكار كتير، بس احنا محتاجين يعني دعم، لان زي ما قلت لحضرتك القطعه دي مش متوفره هنا في مصر، زائد ان هي بتحتاج تراخيص. اعتقد ان دي كانت حاجه كويسه ان القطعه مش متوفره لها خلتكم تعملوها وتركبوها بايديكم، اعتقد ان دي كانت فكره كويسه، وده اعتقد ممكن يثري المشروع ويفرق معاكم كتير. حصل، هو كان تحدي كبير بالنسبه لنا اللي احنا ازاي نقدر نصنع الحاجات دي يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني قدرنا نعملها. طب رد فعل بقى اللي بيناقشوا المشروع، كان في لجنه طبعا ناقشتكم وقيمت هذا المشروع، كلمنا بقى عن ردود الافعال، ملاحظاتهم الايجابيه على هذا المشروع. طيب هو يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو حاجه زي كده مش يعني ما اتعملتش قبل كده، فهو كان في شبه انتوا ازاي مثلا قدرتوا تجيبوا القطع، ازاي قدرتوا توصلوا للفكره ككل، مين دعمكم وهكذا. كل التوفيق ليك يا ابراهيم، يعني فكره مهمه، وزي ما انت قلت لنا دلوقتي مش بس ممكن تطبيقها في مجال اطفاء الحرائق، لكن ممكن تطبيقها كمان في الصناعه وغيرها من المجالات. طائره اطفاء بدون طيار، فريق عمل كليه الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ ابراهيم محمد ليدر فريق المشروع، اشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير عليك.